الحفل الرئاسي الضخم قادرون باختلاف اللي هينعقد في نسخته الرابعة. أول نسخة منه كانت 2019 وبيتم عقده سنويا. هذا الاحتفال اللي بيحضره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع أبنائه من ذوي القدرات الخاصة. خلونا نقترب أكتر من الاستعدادات النهائية للحفل السنة دي المقرر إطلاقه يوم الحد المقبل اللي هيوافق 25 ديسمبر من ضيفتنا اللي مشرفانا على التليفون المهندسة أمل مبدي الرئيس التنفيذي لحفل قادرون باختلاف. صباح الخير يا باشمهندسة، أهلا بيكي. صباح النور يا أستاذة آية، إزيك؟ يعني طبعا حفل مهم جدا بننتظره كل سنة لأنه كمان بيبعث السيد الرئيس وبيبعث أولادنا من ذوي القدرات الخاصة برسائل مختلفة خلال هذا الحفل. إيه اللي هيكون مختلف في السنة دي؟ إيه آخر الاستعدادات قبل انطلاق الحفل يوم الأحد المقبل؟ طيب أنا بس هصلح أصحح لحضرتك معلومة، هو يوم الأربعاء. الأربعاء مش الأحد. إن شاء الله. يعني بعد أسبوع من دلوقتي. بإذن الله. هو الأربعاء 28. أشكرك. أشكرك. الله يخليك. اتفضل. إحنا السنة دي الشعار الاحتفالية لينا مكان. يعني بعد 3 سنين من الاحتفالية، إحنا ابتدينا في 2018 19 20 ما عملناش 21 عشان كانت سنة كورونا. وبعدين عملنا السنة دي النسخة الرابعة إن شاء الله. فدلوقتي بقى الأشخاص ذوي الإعاقة أو القادرون باختلاف عندهم مكان في الجمهورية الجديدة. الناس شايفانا بشكل مختلف، شايفة القدرات، شايفة الإمكانيات، شايفة إن هم يقدروا يعملوا حاجات، بقوا موجودين في سوق العمل، موجودين في الإعلام، موجودين في المسلسلات، موجودين بقدرات غير الطريقة أو غير المكانة اللي كانوا واخدينها قبل كده. كانوا الناس بتنظر لهم نظرة ازدراء، نظرة احتقار، نظرة يعني ما هي النظرة المجتمعية لله. لكنها أكيد تغيرت بعد إعلان الرئيس عن ذوي القدرات الخاصة وبعد ما شفنا نسخات متعددة من حفل قادرون باختلاف واللي بنشوف فيها أولادنا بقدرات فعلا بتبهرنا كل مرة. وده اللي هيخليني أسأل حضرتك بقى عن اختيار المشاركين والمشاركات من ذوي القدرات الخاصة في الحفل السنة دي. هل في برنامج معين للحفل؟ هل في نجوم معينين في الحفل؟ يعني برضو ادينا شوية تفاصيل. احنا ابتدينا من شهر 7 نعمل اختبارات لكل محافظات مصر من ولادنا. الحمد لله رب العالمين السنه دي معانا من تقريبا من اول اسوان والاقصر، المنيا، بورسعيد، القاهره، اسكندريه. الحاجه المبهره ان كل سنه بتشوفي مواهب موجوده مش متخيله ان المواهب دي عندهم. يعني احنا بننبهر، يعني القائمين على العمل نفسهم اذا هو ده بجد موجود. فالحمد لله رب العالمين معانا السنه دي يعني اولاد مبهرين قادرون باختلاف بشكل حلو. ان شاء الله يا رب تبقى الاحتفاليه زي كل سنه تترك الاثر الطيب في نفوس كل المصريين وفي نفوس اهالي القادرون باختلاف وتخليهم عندهم فخر باولادهم زي كل سنه. عندنا زي ما قلت لحضرتك دايما بنبعت رسائل من خلال الاحتفالية. موجود مجموعة من الرسائل، مجموعة عندنا نفس الفقرة بتاعت السنة اللي فاتت اسأل الرئيس، حوار ما بين أولاده من القادرون باختلاف وبين فخامة الرئيس، هيسألوه يسمعوا منه ويسمع منهم. عندنا في طبعا مجموعة من الفنانين مشاركين السنة دي معنا، على رأسهم الفنان الإماراتي الجسمي، يعني جاينا من الإمارات مخصوص، ودي للسنة الثانية بيشارك معنا. هو شارك معنا في النسخة الثانية وهو دلوقتي السنة دي معنا في النسخة الرابعة. ومعنا بقى مجموعة من المفاجآت إن شاء الله. يعني استنونا يوم 28 مع القادرون باختلاف، هتشوفوا حاجة إن شاء الله مبهرة زي ما كل سنة بيبهرونا بقدراتهم وإمكانياتهم. وجود فخامة الرئيس ودعمه الشديد والقوي ليهم بيودي الاحتفاليه في حته ثانيه الحقيقه كل سنه. اكيد كل التوفيق وكل الشكر المهندسه امل مبدي الرئيس التنفيذي لحفل قادرون باختلاف. هننتظر متابعه هذا الحفل يوم الاربعاء المقبل. اكيد هيكون حفل مختلف واكيد هننبهر كالعاده بقدرات اولادنا من ذوي القدرات الخاصه.